كابتن ياسر لو ما كنتش لعيب كوره كنت هتبقى ايه؟ كنت هبقى ايه؟ يعني كنت اتمنى ابقى ضابط شرطه. ضابط شرطه اتمنى. الحاله الاجتماعيه كابتن ياسر طبعا اكيد متزوج. متزوج عندي ايهاب واحمد ودانا وديما. ابرز هوايات كابتن ياسر بعيد عن الكوره؟ ابرز حاجه هي برضه كره القدم بس برضو. الخماسي. خماسي. يعني الهوايه بتاعتي اللي هي الكره الخماسيه. بتلعب في النادي في النادي ده يعني ما فيش حاجه تانية عندنا بنعملها يعني غير بقى قعدتنا مع الاصدقاء ما فيش هوايه معينه انت عارف احنا الضغط واحنا بنلعب مع النادي الاهلي مش حابين اي حاجه فيها منافسه دلوقتي فانا ان كنت مثلا اروح مثلا مصيف مثلا اقعد لي يومين ثلاثه اروح ازور اهلي في المنصوره اقعد مع عدايلي واخواتي واولادي حاجات كلها بعيده عن الهوايه ابرز هوايه كابتن ياسر الهوايات بقى اللي هي الحاجات اللي هي مثلا بيعملها هو في البيت الحاجات اللي هي بتخص لا طبعا انا بحب مثلا انا ممكن مره ما طلع اني بصحى اعمل فطار لوحدي كده ممكن اعمل فول بالبيت اعمل مثلا طعميه احب اعمل فطار هو ممكن هتلاقيني على الغدا مثلا في وقت كده تلاقيني عايز اعمل صينيه لحم بطاطس يعني دي الحاجات اللي انا بحب ايه اغويها اللي انا اعملها حتى في البيت ضغوط علينا كابتن ياسر بحب السينما بعض الاحيان ما يكون في فيلم مميز وفيلم يكون الناس بتتكلم عليه اشوفه خاصه الافلام الاجنبيه اللي بيبقى فيها حاجه انا بحب الحاجات الخياليه يعني ما تدخلش في الاكشن والضرب ما بحبش برضه لكن الحاجات الخياليه بحبها كابتن ياسر بيحب اكل ايه الافلام اللي بيلعبها الاكله اللي مثلا بحبها جدا يعني بحب اللحمه قصدي الفراخ ومسلوقه ومتحمره دي حلوه قوي بتعجبني قوي والاكله اللي عمرك ما تاكلها اللي ما بحبهاش خالص المسقعه يعني لما حد يقول له مسقعه دي تساب تعرف تلعب بلاي ستيشن؟ لا خالص ولا حد بيكسبك ولا بتكسب حد؟ ولا انا كنت قبل ما تجيلي انا ايهاب وابني بيلعب هو وعديلي اتفرج بس على ممكن اتفرج وقت بسيط لكن مش غوي انا اقعد وقت طويل على قدام ياسر عليان نفس العليان كده في حياته؟ ليه؟ نفس العليك؟ نفس العليك في حياتك؟ انا؟ حد نفس العليك حد كان بص احسن احنا بشر فدي طبيعي انت احنا بشر وطول ما احنا موجودين بنخطأ وممكن يجي لك الشيطان يخليك تبقى انت ما بتحبش الخير لفلان صحيح. والخير بيجي له وانت فلان ما بتمنلكش الخير خير هيجي لك فاتمنى ان الحته دي تبقى مش جوايا عامه يعني ما بحبهاش وما بيجي لي دي ببقى زعلان جدا من نفسي واتمنى الشخص اللي انا ما بقاش اتمنوا الخير انا بتمنوا الخير عشان برضه الخير ده يعوم عليا وكان على اولادي يعني. كابتن ياسر هادي ولا عصبي؟ عصبي جدا مره كنت تضرب حد او ضربت حد؟ لا انا بجسم ده ما اضربش بس ممكن اتنرفز يعني اول مره كنت في طياره ماتش مع رحله رومانيا مع النادي المنصوره واصعب رحله طيران كنا في افريقيا الطيران الداخلي ده وكنا خايفين جدا وكان بالنسبه لنا كان تعرف الطيران الداخلي بقى دي مشكله تلاقي الجناح في مكان والطيار في مكان فدي كانت بالنسبه لنا الطيران الداخلي في افريقيا صعب جدا اول مرتب ياسر حصل عليه سواء في كوره او بره الكوره لا يعني اعتقد اول مرتب هو معتبر من الكوره يعني والدي الله يرحمه والدتي الله يرحمهم يعني انت عارف برده مش الناس اللي هتقدر تصرف عليك فيا دوب يصرف عليك في دراستك لكن اول حاجه كان اول حاجه في الكوره اعتقد 125 جنيه من نادي المنصوره ده كان كمرتب ليا مع الفرقه في الدرجه في الممتاز ب ايه نوع الفوبيا اللي عندي اسرائيل؟ الاسانسير بخاف من الاسانسير جدا يعني والادوار العاليه دي بتعمل مقالب ولا بتعمل فيك؟ لا انا احيانا كده وكده يعني ايه ابرز مقلب اتعمل فيك او عملته؟ ابرز مقلب اللي هو كان من فتره احنا بنلعب كره لما قالوا لي تعالى كان اسمه برنامج اسمه نجومنا في ريال مدريد الله يرحمه طلعت زين فقالوا لي ده في برنامج بيتعمل في 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 في, في, في اوتيل من الاوتيلات وفي تذاكر طيران هتروح مدريد ومش عارف ايه فروحت بقى وانا ما كنتش عايز اروح اصلا اقعد في النص مع اولادي وعايز اروح عشان عندي تمرين تاني يوم فلقيت وليد صلاح الدين بيتكلم بيقول لي لا تروح تفاها فعلا وليد بيشتغلني ما هو اشتغلوه لا هو اشتغلوه فانا اللي على الدور فماشي قلت له اكيد يا وليد قال لي اكيد يعني مش مشكله فلوس قال لي روح بس رحت الاوتيل لقيته مستنين فبسال على وليد عشان اقول له البرنامج ايه وايه الاسئله وفين الهدايا اللي هناخدها مش لاقي وليد خدونا على الدور على طول ال 17 18 قاعد الكاميرات حوالين انا اللي قاعد زي في مكان كده وقاعد مش مفيش حد لسه هيستضيف مين اللي استضيفنا يا جماعه بتوع الكاميرات ما حدش بيرد عليا شويه وشويه لقيت لك طلعت زين ده نار السرق ده مقلب ده مقلب والله اتخضيت انا مقلب ده ايه ده وقعدت بقى مش مركز خالص
ويسالني والبنت بتركب اسباني واسمراني دي صعبه قوي. صعب مش راكبه يعني مش راكبه معايا والبنت بتترجم وهو بيتكلم كلام مش اسباني مهما انا بخبراتي في الحياه دي بحس. فقعد يسالني وانا بساله قعد انا مش مركز معاه في الاسئله. ففي الاخر قلت له بقول لك انت مين بالظبط معايا بقى؟ الاول بصراحه قلت له قال لي مين؟ قلت له اعتقد الكابتن ابراهيم يوسف. قال لي لا هو ابراهيم يوسف برضه اسمراني وستايله. وطلع زين دي كان قبلها كنت في حفله على مركب كده من المراكب وانا مع اولادي وهو كان موجود. فقلت له بقى طلع زين هم واخدنا بالحضن ولا خدنا حاجه ولا سفر ولا كنزيه. قلت له مزيه مزيه بقى تبقى كبرت زي محمد. لا 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 حاجه يا كابتن تقوسها في رمضان. تقوسها في رمضان اصحى في اصل الظهر والعصر وبعد كده نبدا عشان لازم ان شاء الله نختم القران في شهر رمضان بقدر الامكان. باجي قبل الفطار بقى بدخل بقى كل شويه المطبخ بقى اشوف ايه الفطار عملت ايه طب الاكل ده مش عارف ايه ابدا ايه لغايه ما نجهز الفطار نفطر نبدا اصلي المغرب ونقعد شويه وبعد كده صلاه التراويح. واذا بقى عندنا بقى مناسبه بقى مع في رمضان يعني احنا بقى لنا 10 سنين بنفطر بنلعب تاني يوم مع الحاج عامر حسين في اسكندريه بيعزمنا في الدورات الرمضانيه بتاعته فبنبقى تاني يوم غالبا في اسكندريه.